اليوم يا شباب رح نكمل التيار المتناغم بأفكاره وأفكار مسائله. بسم الله الرحمن الرحيم. في عنا فكرة جديدة، الوصل. الوصل على التسلسل شباب، أول ما بقول لك إنه الوصل على التسلسل بتكون الجهاز الأول قدام الجهاز الثاني قدام الجهاز الثالث، بتكون الشدة ثابتة أما التوترات متغيرة. شو يعني الشدة ثابتة والتوترات متغيرة؟ يعني إذا كان هون 3 أمبير بيكون هون 3 أمبير، بيكون هون 3 أمبير، بيكون هون 3 أمبير. أما إذا هون 220 فولت هون ما بيكون 220 معناتها بيكون نفس الآي، نفس الآي هون نفسه هون بس غير يو. يعني إذا هون 220 فولت هون ما بيكون 220، هون ما بيكون 220، نفس الآي بس غير يو. إذا الشدة بتكون ثابتة أما التوترات شو بتكون؟ متغيرة. بيجيك سؤال، ارسم إنشاء فرينيل للدائرة السابقة بالحالات التالية. ارسم انشاء فرينل لهي الدارة بالحالات التالية. اول حالة انها تكون يو لال اكبر من يو لسي. الحالة الثانية يو لال اصغر من يو لسي. الحالة الاخيرة يو لال بتساوي يو لسي. اذا عندي انا ثلاث حالات. نجي وبدنا نرسم. اول شغلة بدك ترسم انشاء فرينل، بدك تسطح محور بالتسلسل بتسميه اي. احنا هيك متفقين، لما تفرع شو بتسطح؟ يو. معناتها يا شباب بالتسلسل شو بنسطح؟ اي. بالتسلسل شو بنسطح؟ اي. اما بتفرع بنسطح اليو. وبدنا نرسم اول شيء بنرسم المقاومه الصرفه. المقاومه دائما متسطحه. اول شيء بنرسم المقاومه، المقاومه دائما شبهها متسطحه. هلا هذا ما اسمه اي، معناتها هذا اسمه يو. هذا شو اسمه اي، معناتها هذا شو اسمه؟ هذا اسمه يو افكت لمين؟ لار. هذا اسمه يو افكت لار، او فيك تقول يو ماكس لار، بس بالمسائل دائما بيطلب يو افكت، عشان هيك كنا نحن يو افكت. معناتها اذا هذا اسمه اي هذا اسمه يو، لو هذا اسمه يو هذا اسمه اي. هذا اسمه يو افكت لار. من محل ما خلص ببلش، شايف من محل ما خلص بلشت هذا بيرسم بشيء على بشيء بتسلسل لفوق، هي اسمها يو افكت لال. معناتها نحفظ المقاومة دائما مسطحة، الوشيع بتسلسل لفوق بتفرع على تحت، بتسلسل لفوق بتفرع على تحت هي فوق. هلا خلصنا هون، هذا الرسم المكثفة. المكثفة شو بدك ترسمها عكسها؟ هي اسمها يو افكت لسي. تمام، معناتها هي الار هي ال هي السي، هي الار هي ال هي السي، عكسها دائما. طيب ليش رسمتها اقصر منها؟ لانه هو مشترط عليك انها تكون ال كبيرة والسي صغيرة من البداية للنهاية، من البداية للنهاية. هلا بدي ارسم يو افكت للدارة من البداية للنهاية. ها هذا اسمه يو افكت للدارة وهذا فاي تبع الدارة. معناتها يا شباب المقاومة دائما متسطحة، الوشيعة بالتسلسل لفوق، مقاومة متسطحة الوشيعة بالتسلسل لفوق، مكثفة بالمقلوب، مقاومة وشيعة مكثفة ومن البداية للنهاية. إذا ما فهمت بتفهم هاي. أهم شيء محمد بخلص ليش؟ إذا ما فهمت بتفهم هاي. الحالة الثانية إنه بدك أنت شو؟ بدك السي كبيرة. يلا هي المقاومة دائما مسطحة. المقاومة دائما مسطحة هي اسمها يو افكت لآر. هلا الوشيعة لفوق. هي اسمها يو افكت لإل. مقاومة وشيعة. هلا المكثفة. بدك تنزل 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 لتحت اطول، هي اسمها يو افكت لسي. هي مو اسمها اي، هذول اسمهم يويات. لو هي اسمها يو هذول اسمهم ايات. يلا المقاومه مسطحه هي اسمها يو افكت لار. الوشيعه لفوق، الوشيعه لفوق، المكثفه لتحت تحت طويله من البدايه للنهايه، من البدايه للنهايه. هذا اسمه يو افكت للدارة، هذا اسمه يو افكت للدارة وهذا اسمه فاي للدارة. يلا احفظ مقاومة وشيعة مكثفة لتحت تحت من البداية للنهاية، هون فاي سالبة هون فاي شو موجبة. اخر حالة شباب انه يكونوا طول بعض تبع ال والسي قد بعض. شوف المقاومة دائما مسطحة، هي اسمها يو افكت لار.
وهي اسمها يو افكت لال، وهي اسمها يو افكت لسي. دي تكون طولة والله، دي تكون طولة تمام. هي اسمها يو افكت لسي. انا وين بلشت انا وين خلصت؟ انا هون بلشت وهون خلصت، هون بلشت وهون خلصت. ها وصلوا، هذا اسمه يو افكت دارة. لاحظ انه زاويته قيمته قد ايه؟ صفر. يلا احفظ اول ثاني ثالث قده تمام. اذا هي اسمها اي هي بيكون اسمها يو، من البدايه للنهايه هذا اسمه يو افكت للدارة، يو افكت للدارة. طيب اول ثاني ثالث قصير، اول ثاني ثالث طويل، اول ثاني ثالث قده، هي بنسميها بالفيزياء حاله تجاوب كهربائي. معناتها اول ثاني ثالث قصير، اول ثاني ثالث طويل، اول ثاني ثالث قده، هي حاله تجاوب كهربائي. تمام. هلا بيجيك سؤال نظري، بيجيك سؤال نظري. انت متى نحصل على حاله تجاوب كهربائي؟ متى نحصل على حالة تجاوب كهربائي ثم استنتج التواتر لهذه الحالة؟ متى نحصل على حالة تجاوب كهربائي ثم استنتج التواتر؟ بيصير عندكم تجاوب يا شباب لما يكون عندك ثلاث شغلات RLC على التسلسل. تمام. اول شيء بلش بهذا الشرط، انه لازم يكون عندك R و L و C على التسلسل. اذا ما بتقول تسلسل بحلق خمس علامات. والشرط الثاني ان تكون U ل L قد U ل C. ليك U ل L قد U ل C. U effect لل L قد U effect لل C. تمام. معناتها امتى بيصير التجاوب شباب؟ بيصير التجاوب لما يكون عندك اول شيء R L C ثلاث شغلات. طيب هون في R L C وهون في R L C وهون في R C. المهم لا هي الحالة ولا هي الحالة، بهي لما يكون U ل L قد U ل C. على فكرة فيك تقول بدال يو افكت ال قد يو افكت سي، عشان ما تخربط بلكي بالفحص. قلت انت قول يا الله قول يو افكت ولا قول اي افكت. اذا حاس حالك حتخربط بالفحص وتقول يو افكت ولا اي افكت مالك عارفان، قول اكس ال قد اكس سي. قل لك ليش؟ لانه قانون اليو هو اكس ال باي افكت. دائما اليو هو نفسه اي ضرب اكس. قانون اليو هو نفسه الاي ضرب اكس. يا شو قانون اليو؟ I ب x. شو قانون U؟ I ب x. إيه من I من هون مع I من هون؟ صفية x ال L قد x ال C. x ال L قد x ال C. x ال L أوميجا ب L، x ال C واحد على أوميجا C. جيب الأوميجا اللي عند الأوميجا وجيب ال L اللي عند ال C، اجزرها اجزرها. اثنين مفيدون، واحد على جذر ال L C. تمام. لنعيد بسرعة، امتى بصير التجاوب؟ لما يكون عندك ار ال سي واكس ال ال قد اكس سي. شرط الوصل على التسلسل عليها خمس علامات. ما بصير التجاوب الا بالتسلسل. اكس ال ال قد اكس سي، اكس ال ال اوميجا ب ال اكس سي واحد اوميجا سي. جيب الاوميجا اللي عند الاوميجا، جيب ال ال عند السي، اجزله واحد على جذر ال سي. اوميجا 2 مفيدون، واحد على جذر ال سي. نزل الاثنين بلا تحت، نزل الاثنين بلا تحت. اوكي، فصارت الاف تساوي واحد على 2 ب جذر لسانه. هذا تواتر شو؟ قصري. واحد على تواتر شو؟ قصري، لأنه هنا في منبع. طيب السؤال، هذا مو نفس القانون تبع الدارات الممتزة الحرة؟ مو نفس التواتر القصري؟ مو نفس التواتر الخاص؟ لما يكون نفس القانون معناته احنا هي بنسميها حالة طنين. معناته دائما يا شباب بالتجاوب، بالتجاوب بصير في شغلة اسمها، بالتجاوب بصير في شغلة اسمها طنين. معناته أول ما بقول لك تجاوب بده يصير شو دائما؟ طنين، يعني بده يتساوى التواتر القصري مع التواتر الخاص. معناتها انت بصير التجاوب لما يكون عندك ثلاث شغلات ار ال سي اكس ال ال قد اكس سي، ار ال سي واكس ال ال قد اكس سي. شرط الوصل على التسلسل، يلا عيد، ار ال سي مع اكس ال ال قد اكس سي، بس شرط الوصل على التسلسل. استنتجنا التواتر شباب، استنتجنا التواتر، قام طلع نفس التواتر الخاص تبع هذيك المره. لما يكون دائما التواتر القصري قد التواتر الخاص، دائما لما يكون التواتر القصري قد التواتر الخاص هي بنسميها حاله طنين. معناتها احفظ، تواتر قصري نفس التواتر الخاص بنسميها حاله طنين. يعني مثلا نحسب لك شيء يبع عليك مرجوحه، كان اخي عم يركب راكب على المرجوحه والمرجوحه لحالها عم تهز،
ثلاث هزات كل ثانية، شايف ليك؟ الهزة الأولى، الهزة الثانية، الهزة الثالثة، عم تهز لحالها. لما اجيت أنا وحطيت إيدي على هالمجروحة هي عم تهز، وظليتني محافظ على التواتر، هزة الأولى، هزة الثانية، هزة الثالثة. أنا هلا صارت المجروحة بحالة تواتر قصي، ليش؟ لأني أنا حطيت إيدي، معناتها أنا لأني حطيت إيدي صار تواتر شو؟ قصي. معناته لما كانت المجروحه عم تهز لحالها كانت عم تهز ثلاث مرات، لما حطيت ايدي وخليتها تهز كمان ثلاث مرات ضليت محافظه على تواترها، معناتها المجروحه في حاله طنين. اما لو كانت هي عم تهز ثلاث مرات، لو هي عم تهز ثلاث مرات كل ثانيه، قمت رحت انا حطيت ايدي ونزعت لها تواترها خليتها تهز شيء اربع خمس هزات بالثانيه، نزعت لها تواترها، معناتها ليست في حاله طنين. معناتها كلمه طنين بالفيزياء يعني تساوي التواتر القصي مع التواتر الخاص. انت بيجيك سؤال، ما هو شرط الطنين؟ اذا ما هو شرط الطنين؟ شرط الطنين انه يكون التواتر القصري نفسه التواتر الخاص، هيك مكتوب هون شباب. ما هو شرط الطنين؟ انه يكون التواتر القصري نفسه التواتر الخاص، او فيك تقول النبض القصري نفسه النبض الخاص. هلا لو طالب ذكي كان قال لي استاذ انا بقدر اقفر لك اياها من هون، من هون بقدر اقفرها، انه ليك بما انه النبض القصري هذا النبض شو؟ قصري. اوميجا 1 على جذر السالب كمان مرق معنا هنيك، نفسه اوميجا 0، ما هو نفسه اوميجا 0، من هون فيني اقفر لك انه هي حاله طنين. يا بتقول النبض القصري نفسه النبض الخاص، نبض قصري نفسه النبض الخاص، او تقول تواتر قصري نفسه التواتر الخاص. يلا احفظوا شباب. انت بذل التجاوب لما يكون عندك ار ال زي، وبهي الحاله انه يكون يو ل ال اد يو ل سي. اذا مو حابب تقول يو ل ال اد يو ل سي فيك تقول اكس ال ال اد اكس ال سي، اكس ال ال اوميجا ال اكس ال سي 1 على دبليو سي. جيب الاوميجا عند الاوميجا وجيب ال ال عند السي، اجزله 2 بوفيدون نزل 2 بيها تحت، تمام. هي الحالة شو بنسميها؟ حالة طنين. ويرمز للتواتر عندئذ بالرمز FR. هذا بنصير نسميه شباب تواتر الطنين. شو بنصير نسميه؟ تواتر الطنين، ثلاثيات تواتر الطنين. طيب ليش استاذ سميناه تواتر الطنين؟ رمزوا معي شباب، رمزوا FR صارها. يعني وين ما بنشوف هلا F بنقول عليها FR، وين ما نشوف F نقول عليها FR، والنبض أوميجا R، أوميجا R هذا R، R يعني شو؟ إنه حالة شو؟ طنين. إذا ويرمز للنبض، ويرمز لشو؟ للنبض بالرمز أوميجا R، بصير الرمز شو؟ أوميجا R، نبض الطنين يعني. إذا بتحطوا هون بترشرش R-ات، شو بترشرش R-ات؟ إيه يا شباب؟ هون كاتب لكم بالورقة ما هي صفات حالة التجاوب الكهربائي؟ أو للمسائل كيف نعرف أن هذه المسألة هي مسألة تجاوب؟ إذا شلون بدك تفرق أنه هي مسألة تجاوب؟ لأن مسألة التجاوب لها طريقة للحل. كيف بدك تكتشف أنه هي المسألة هي مسألة تجاوب؟ أول شغلة الممانعة عم تكون كتير صغيرة، الشدة بتكون كتير كبيرة، التوتر على وفاق مع الشدة. منعيد، الممانعة بتصغر، الشدة بتكبر، التوتر على وفاق. عامل استطاعة واحد لأنه فاي صفر. منعيد، ممانعة بتصغر الشدة بتكبر، ممانعة بتصغر الشدة بتكبر، والتوتر على وفاق مع الشدة. التوتر على وفاق مع مين؟ مع الشدة. وكوساين فاي واحد لأنه فاي صفر. عندها نستخدم مفتاح المنصور لحل كافة المسائل اللي هو اكس ال ال اكس سي. استاذ فهمي ما فهمت ولا كلمة. اوكي، ما انت قلت لي عندك مقاومة قدام المشيعة قدام المكثفة، ما وهذا منبع تيار شو؟ متناوي ار ال و ار سي. انت عم تقلي انت اذا قلت لك اعطيني زد لهالدارة، برافو عليك، جذر قوسين تربيع قوسين تربيع، بتحط بالقوس الاول مقاومات، بالقوس الاول شو؟ مقاومات، بالقوس الثاني اكس ال ناقص اكس ال سي. يلا احفظوا شباب، زد تساوي جذر قوسين تربيع قوسين تربيع، بالقوس الاول مقاومات، بالقوس الثاني اكس ال ناقص اكس سي. طيب سؤال، مين اكبر اكس ال ولا اكس سي؟ برافو عليك، قد بعضهم بالتجاوب، مو اكس ال قد اكس سي بالتجاوب. اذا بالتجاوب دائما اكس ال قد اكس سي. طيب شو ضل؟ ضلت استاذ جذر ار مربع، الجذر شو بيقتل؟ التربيع. صار زد تساوي شو؟ ار، تمام. معناتها ضلت زد تساوي ار لحالها، حلو كتير. يا زد تساوي جذر قوسين تربيع قوسين تربيع، بالقوس الاول مقاومات، بالقوس الثاني اكس ال ناقص اكس سي. مين اكبر اكس ال والاكس سي؟ قد بعضهم، قام ضلت الار. ايه شو مستفاد؟ شباب كان في ثلاثه بالطريق بدهم يقتلوني، كان في ثلاثه بالطريق بدهم يقتلوني، واحد اسمه ار، واحد اسمه اكس ال، واحد اسمه اكس سي. واحد اسمه R، واحد اسمه X، واحد اسمه X. أما بلاقي لك إلا X L و X قتلوا بعضهم. يلا عيد، X L و X قتلوا بعضهم، مين ضلت؟ ال R. يلا كم واحد كانوا يقتلوني؟ ثلاثة. قاموا اثنين قتلوا بعضهم، مين ضلت؟ ال R. فالممانعة صغرت والشدة بتكبر، الممانعة بتصغر الشدة بتكبر. واحد لحاله هذا يقتلني، بالله العظيم مو ممانعته صغيرة، معناته الشدة شو بتكون كبيرة. كم واحد كانوا يقتلوني؟ ثلاثة، R و L و C.
ار وال وسي كان ثلاثه بدهم يقتلوني، قام اكس ال واكس يقتلوا بعضهم. مين ضليت؟ ار لحاله. هذا صغير ولا كبير؟ صغير. ممانعته صغرت فالشده بتكبر. مشان هيك قلت لك انا دائما بتجاوب الممانعه بتصغر والشده بتكبر، والتوتر على الوفاق مع الشده. مزبوط. ليكو ليكو يا قلبي، التوتر شوف لي اياه، التوتر يعني اليو مو على وفاق مع الشده. اذا التوتر على وفاق مع الشده، عيد التوتر على وفاق مع الشده، عيد التوتر على وفاق مع الشده. تمام. يلا يا شباب، اللهم صل على سيدنا محمد. التوتر على وفاق مع الشده. يلا كم واحد كان يقتلوني بالطريق؟ ثلاثه. كم واحد كان يقتلوني؟ ثلاثه. ار وال وسي، قام ال وسي قتلوا بعضهم. مين ضليت؟ ضليت الار لحاله. فالممانعه صغرت شده كبرت، ممانعه صغرت شده كبرت، ممانعه صغرت واحد لحاله شده كبرت. التوتر على وفاق مع الشده. ليكو التوتر على وفاق ولا مو على وفاق؟ شو بدي فيها هون؟ ليكو هون التوتر على وفاق مع الشده. طيب سؤال، ليش الزاويه يا شباب صفر كوساينا واحد؟ كوساينا واحد تمام، معناتها زاوية صفر وكوساينا واحد. عندها نستخدم المفتاح المنصور لحل كافة المسائل x ال ال x ال c x ال ال أوميجا ب ال x ال c واحد على أوميجا c e q. هلأ بقى إجت وحدة قالت ليش عم تحط c e q؟ قلت لها دائما المسائل حطي c e q. أول ما سمع كلمة تجاوب دائما حطي هون شو؟ c e q. دائما حطي c e q. شو عم كاتبها عليك شو ظريف؟ دائما بمسائل التجاوب حط c e q. طيب ليش عم تحط سي اي كيو؟ لانه معلش يكون عندي اكثر من مكثفه بحاله التجاوب، وهذه المكثفات ممكن ان تكون تسلسل ويمكن ان تكون تفرع. شوف حبيبي بس سؤال، هلا انت قلت لي ما بيصير تجاوب الا اذا عندك مقاومه وشيعة ومكثفه، ما طيب سؤال يعني اذا حطيت لك انا مكثفه ومكثفه 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 يعني غلط مثلا ما بيصير تجاوب؟ بلا. ليه؟ لانه كلياتهم يا شباب بيطلعوا مكثفه وحده اسمها سي اي كيو. تمام، هدول كلياتهم شايفهم هي وهي وهي، هدول كلياتهم شو بيطلعوا؟ وحده. معناتها رجعت مثل ما كانت، مثل ما انت بدك اياها. يلا مقاومه وشيعه ومكثفه، قالت لي وحده معلش حط اكثر مكثفه. قلت لها ايه، لانه كلياتهم شو بيطلعوا؟ وحده اسمها سي اي كيو. هلا هي اللي بتحقق التجاوب. طيب سؤال، يعني قالت لي وحده قالت لي معلش حط مقاومه وشيعه ومكثفه 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 ومكثفه، ايه معلش لانه هدول كلياتهم شو بيصيروا؟ بيصيروا وحده اسمها سي اي كيو. ليك رجع الوصل التسلسل. هلا اجت وحده شو قالت لي؟ لانه مقاومه وشيعه ومكثفه، قالت لي انت عم تناقض حالك، انت قلت لي ما بيصير التجاوب الا بالتسلسل، ليك انت كاتب ما بيصير التجاوب الا بالتسلسل، فانت كان شلون عم توصلهم هون على التفرع؟ شلون عم توصلهم على التفرع؟ قلت للمكثفات، لانه لو كانوا بس مكثفات، لو كانوا تفرع بيطلع وحده، بس مكثفات ما عاد يكون تفرع. تمام، يعني خلاص حديثك انت عم تقول لي انه التجاوب ما بيصير الا بالتسلسل، برافو عليك، التجاوب بيصير بالتسلسل، بس المكثفات ما عاد يكون تسلسل ما عاد يكون تفرع، بس المكثفات شباب، بس المكثفات ما عاد يكون تفرع. في عندك مسألتين هون بكتابك بيكونوا تسلسل، مسألتين بس بيصيروا شو؟ تفرع. معناتها الخلاصة لك شو ظريف، أنا لك شو كاتبك بآخر شيء بالورقة، الخلاصة التجاوب شرطه تسلسل، ولكن هذا الشرط لا ينطبق على المكثفات. التجاوب ما بيصير إلا بالتسلسل، بس هذا الشرط ما بينطبق على المكثفات. تمام، يلا احفظوا يا جماعة، هي اسمها مقاومة، هي اسمها وشيعة، وهي اسمها مكثفة. طيب أستاذة عندي مكثفة ومكثفة 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 ومكثفة، يعني غلط شيء؟ لا 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 مو غلط، معلش يكونوا أكثر من مكثفة. يلا عيد، مقاومة وشيعة، مقاومة وشيعة ومكثفة، مقاومة وشيعة، قالت لي أكثر من وحدة معلش؟ قلت لها إيه معلش، وهيك معلش كمان حزين ليش؟ لأنه هدول كلياتهم بيطلعوا وحدة، وهدول كلياتهم شو بيطلعوا؟ وحدة، فرجع الوصل شو؟ تسلسلي، برافو عليك، برجع الوصل تسلسلي، معناتها ما بيصير التجاوب إلا بالتسلسل، ولكن هذا الشرط لا ينطبق على المكثفات، دائما بالمسائل إذا تحط سي إي كيو. بتحط سي إي كيو بتنزل سي إي كيو، جيب سي إي كيو نزل أوميجا إل، صار سي إي كيو للواحد على أوميجا بأوميجا بإل، تمام يا شباب؟ كثير حلوة، ليك ليك شو ظريف، ليك شو ظريف شو كاتبك هون؟ هدية، ما بحق لك تقول كوساين فاي رز أو رز، أو تقول زد تساوي جذر، تفتح جذر، أو تقول تجاوب إلا بالتسلسل، ما بحق لك تقول رز، وما بحق لك تفتح جذر، وما بحق لك تقول تجاوب إلا بالتسلسل. نجي على الفكرة الأخيرة، حالة الوصل على التفرع، ثانيا بحالة الوصل على التفرع. يا شباب الوصل على التفرع، مثلا اذا قلنا عنا نحن هي نفس اللي عم بشرح لكم اياهم، اذا عندكم انتم وشيعة ومكثفه، وهذا منبع تيار شو؟ متناوب، يا
وشيع مع مكثفة مع منبع ثابت، لأن وشيع مهملة المقاومة مع مكثفة. إذا عندي وشيع مهملة المقاومة مع مكثفة وصولي على التفرق، يعني ما في مقاومة صرفية، مقاومة صرفية ما حط مقاومة صرفية، أنا مو جبالي أرسم، فيني أحط مقاومة صرفية، بس أنا مو جبالي، يعني هون فيني أحط شو؟ يعني في بس بجوز تكون مقاومة تحت وشيع تحت مكثفة، بس أنا هيك جبالي هلا أرسم، جبالي أرسم بس وشيع ومكثفة. يلا أول ما بقول لك وصل على التفرع بيكون التوتر ثابت، يعني إذا هو 220 فولت بيكون هون قد إيه؟ 220 فولت، قديش بيكون هون؟ 220 فولت، بيكون نفس التوتر بس نفس الشدة؟ لا، يلا احفظوا، أول ما بقول لكم الوصل على التفرع، بيكون التوتر هون نفس التوتر هون نفس التوتر هون بس نفس الشدة؟ أكيد لا، هذا هو، طيب بدي أقول لك شغلة، إذا قلت لك ارسم فرني بالحالات التالية، ارسم إنشاء فرني بالحالات التالية، أول حالة إن تكون I ل L أكبر من I ل C، الحالة اللي بعدها I ل L أصغر من I ل C، حالة أخيرة I ل L بتساوي I ل C. إذا عندك ثلاث حالات I L أكبر I L I C أكبر I L قد I C، شوف حبيبي الوصل على التفرع بنقوم من سطح اليو، الوصل على التفرع من سطح اليو اول شيء احنا لازم نرسم المقاومة الصرفة، المقاومة دائما سطحة بس ما في مقاومة هون، مع تدريب نرسم الوشيعة، هلا احنا اول شيء لازم نرسم شو المقاومة، بس ما في مقاومة نرسم شو الوشيعة، الوشيعة بالتسلسل لفوق بس بالتفرع لتحت، برافو عليك، هي اسمها اي افكت لإل، يلا احفظ، المقاومة دائما مسطحة، المقاومة دائما متسطحة، المقاومة دائما متسطحة بس ما في مقاومة، نرسم الوشيعة كمان، يلا الوشيعة بالتسلسل لفوق، الوشيعة بالتسلسل لفوق بس بالتفرع لتحت، هي اي لان، هلا شو بدك ترسم اي لسي، اي لسي دائما شو عكسه، هي اي لسي حبيبي، هي اي لسي، شايف المحل ما خلص بلاش، اي لا ال واي لسي، اي لا ال واي لسي، اوكي يا مره ثانيه اخ اي لا ال وهي اي لسي، انا وين بلشت هون، وين خلصت هون، خلصت تحت مع البوزه لتحت، خلصت فوق مع البوزه لفوق، شاي هي اسمها اي افكت للدارة، اي افكت لشو للدارة، تمام يلا وش المقاومة دائما مسطحة، مقاومة دائما مسطحة بس ما في مقاومة، وين المقاومة، في مقاومة شيء لا، برسم وشي عدد بي وشي عم تسلسل لفوق بتفرع لتحت، وشي عم تسلسل لفوق بتفرع لتحت، شايف بتفرع لوين لتحت، مكثفة بالمقلوب أقصر منها من البداية للنهاية، ليش تساوي هون شباب؟ ناقص 90 مو 90 فايل الدارة، ناقص 90 بوس إيدك، ناقص 90 تمام؟ إذا ما فهمت أفهم هي، يلا لأن هي اختراع، أسهل بحسب التيار المتناوب شباب، برجع بقول لكم التيار المتناوب عليه 100 علامة، التيار المتناوب عليه 100 علامة، وسط تسلسل وتفرع، تفرع، وسط تسلسل وتفرع، تفرع، سطح اليو، سطح شو؟ اليو، يلا مقاومة دائما سطحة، مقاومة دائما سطحة بس ما في مقاومة، يلا وشيعة لك، هي وشيعة ها إذا هذا اسمه يو هذا شو يكون اسمه اي، إذا هذا يو هذا شو يكون اسمه اي، هي اي لال، هي اي لال، وهذا شو اسمه اي لسي، هي اي لال وهي اي لسي، يلا احفظوا وشي عم تسلسل لفوق بس بتفرع لتحت، وهي اي لسي، أنا وين بلشت؟ أنا هون بلشت وهون خلصت، خلصت فوق معناتها البوزة لفوق، خلصت فوق البوزة لفوق، خلصت تحت البوزة لتحت، يلا هات شوف اتحفنا، برافو عليك، أنا هون بلشت، أنا هون خلصت، معناتها البوزة لوين يا شباب؟ لفوق، هذا اسمه اي افكت تبع الدارة، وهيدا فايل الدارة، معناتها يا شباب وشيعة لتحت والمكثفة لوين؟ لفوق فوق 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 فوق، من البداية للنهاية. هلا الطلاب ما عم يعرفوا ان البوزه لفوق لتحت، يا حبيبي انا خلصت هلا وين؟ انا هون بلشت، نزلت بعدين طلعت لفوق فوق،
بداية الأول نهاية الأخير، من بداية للنهاية، من البداية الأول نهاية الأخير. أنا إذا خلصت فوق فالبوزة لفوق، ما في شيء يعني مو اختراع. هلا آخر وحدة، يلا الوصل تسلسل وتفرق. تفرق سطحنا مين؟ تسلسل وتفرق. تفرق مين مسطح؟ اليو. يلا بالتفرع مين مسطح؟ اليو. أول شيء مقاومة دائما من سطحه، مقاومة دائما من سطحه، بس ما في مقاومة، ما في مقاومة. برسم وشيعة معناتها طيب. هي الوشيعة شباب، هي اسمها I ل L، I effect ل L، وهي اسمها I effect ل C. هي I ل L وهي I ل مين؟ ل C. I effect ل L، I effect ل C. يا جماعة أنا هون بلشت، أنا هون خلصت، أنا هون بلشت، أنا هون خلصت. إن كنا نزيد نرسم I effect للدارة ما بقدر، معناتها I effect للدارة شو قيمتها؟ صفر. يلا لأن أنا هون بلشت هون خلصت، فشو نرسمها؟ ما بقدر، فهي اسمها دارة خانقة للتيار، دارة خانقة للتيار تخنق للكهرباء. تمام، معناتها احفظوا معي شباب. يلا طويل قصير، أول تاني أقصر، الأول تاني أطول، الأول تاني قده. أنا هون بلشت، أنا هون خلصت، معناتها I effective للدارة شو قيمتها؟ صفر. قديش طيب قديش الفاي؟ لك شو بدي أرسم؟ شو بدي لك إنه الفاي قديش إذا ما في I؟ يعني أنا ما قدرت أرسم الـ I، شو بدي أرسم؟ ما في فاي. أما هون الفاي شو؟ زائد 90 فاي للدارة. أما هون الفاي ناقص 90. ماشي يا شباب؟ هي بنسميها دارة خانقة للتيار. أبغى أسأل سؤال، متى نحصل على دارة خانقة للتيار؟ برافو عليك. بنحصل على دارة خانقة للتيار لما يكون عندك وشيعة مكثفة على التفرع، وشيعة مكثفة على التفرع. أيوة، يعني ال وسي على التفرع، ال وسي على التفرع، معناتها لازم يكون عندكم يا شباب ال وسي على التفرع. والشرط الثاني ان تكون يا بتقول اي افكت تبع ال ال قد اي افكت تبع السي، بس بلكي خربط بين اي ويو، يعني بلكي الفحص قلت يا الله هلا اي ولا يو، مشان هيك خلصني قول اكس ال ال قد اكس السي احسن لك، ولا ما تخربط بين اي ويو. معناتها هنيك يا شباب التجاوب، التجاوب هنيك، التجاوب لازم يكون هنيك عندك ار ال سي تسلسل. ليك التجاوب شباب لازم يكون عندكم وقتها بالتجاوب بهي الحاله، لازم يكون عندكم ار ال سي تسلسل. اما هون بالتخنق لازم يكون عندك بس ال وسي على التفرع، لازم يكون في ار واكس ال ال قد اكس السي. اكس ال ال اوميجا بي ال اكس السي واحد الاوميجا سي، جيب الاوميجا لعند الاوميجا وجيب ال ال عند السي. اجزره واحد على جذر لسانه، اثنين بوفيدون واحد على جذر لسانه. طيب اف تساوي واحد على اثنين بي جذر لسانه. طيب هذا السؤال، هذا التواتر شو يا شباب؟ قصري، مو نفس التواتر الخاص؟ بلا نفس التواتر الخاص. لاحظ ان التواتر القصري نفس التواتر الخاص، معناتها هي شو بنسميها بالفيزياء؟ حالة شو؟ طنين. تمام، معناتها هون لما يكون اف القصري قد اف الخاص هي حالة طنين. اوكي، معناتها استاذ كأنه قصدك انت انه بالخنق بيصير فيه طنين وبالتجاوب بصير في طنين. تمام، سواء كان خنق في طنين او بالتجاوب كمان شو في طنين، لانه حتى بتذكر شوي حتى بالتجاوب كان في طنين. معناتها يا شباب بالتجاوب في طنين وبالخنق في طنين. فانت بالمسائل ركز معي، بالمسائل بتقول مساله تجاوب مساله خنق، ما بتقول مساله طنين، لانه بالحالتين في طنين. اوكي، هي الشغله يا شباب الاستاذ عم يخربطوا فيها، انه بيقول مسألة طنين. لك شو مسألة طنين يا زلمة؟ ما هو بالتجاوب في طنين وبالخنق في طنين. تمام، بالتجاوب في طنين وبالخنق في طنين، بتقول يا مسألة تجاوب يا مسألة خنق، ما بتقول مسألة طنين، ما بتقول مسألة طنين. ماشي، هلا اذا انت بصير الخنق يا شباب لما يكون عندك ال وسي تفرعيات، ال وسي تفرعيات واكس ال ال قد اكس السي. اكس ال ال لك اوميجا بي ال اكس سي واحد اوميجا سي، جيب الاوميجا عند الاوميجا جيب ال ال عند السي، واجزره واثنين بوفيدون ونزل اثنين بيها تحت، والاف القصي قد اف الخاص هي اسمها حالة طنين. اي شباب هذا الحكي كلياته مكتوب هون، ولا زبط خاطر كان كبير، انتوا لونون يعني جيبوا الوان، الوان هذول في الماستر لونون. هلا كأنه بالنقطة شباب، بالنقطة الصراحة في ورقة مقلوبة اللي هي 9 و10، هي جاي 10 يعني 10 سوى رقم 9 و9 سوى 10. تمام، حاقر علينا بالنقطة شباب، بالنقطة 9 10
3 9 بعدين 10، هي ال 10 رقم 9 و9 بعدين رقم 10، يعني هي الورقه بعد اللي قبلها. تمام. هلا شوف يا قلبي، فكر رقم 12. فكر رقم شو 12؟ فكره جدا مهمه. شوف شغال تسجيل والله هلكتوني انتو قسم بالله. هات نشوف يا هلكتونا وروحتونا روحتونا دفعت الخير الله جبنا لكم الالوان اخر شيء. ماشي يلا معلش. لا تعيبوا علينا على هاي يا جماعه، بس مش عم والله العظيم هلكتوني قسم بالله. كل ما نزيح هيك تقولوا لي ما عم نشوف ما عم نشوف، لزقت لكم اياها جبنا لكم هيك كرتونه بيض. شو هات لنشوف يلا. تيار متواصل فكرة رقم 12. اول ما بقول لك تيار متواصل يعني تيار بطارية. تيار متواصل بنقوم نستعمل قانون يو تساوي اي بي ار. اول ما بقول لك تيار متواصل بتقوم نستعمل قانون يو تساوي اي بي ار. تيار متناوب بتقول يو افكت زد باي افكت، ما بتقول يو تساوي اي بي ار، بتقول يو افكت زد باي افكت. يو افكت زد باي افكت. هلا هي الزيت شايفها، بدالها بحط بدال الزيت يا اما بحط ار يا اما بحط اكس سي يا اما اكس ال يا اما زد ال يا اما زد دارة. يا اما شو بحط ار يا اكس سي يا اكس ال يا زد ال يا اما زد للدارة. شلون بقى استاذ شباب؟ نحن بنعرف انه انت مثلا عندك مقاومة وشيعة مكثفة. اذا قلت لك يا رفيقي، اذا قلت لك مثلا احسب لي المقاومة، بتقوم تطبق القانون يو افكت زد باي افكت بدال الزد شو بتحط ار. يو افكت زد باي افكت بدال الزد شو بتحط ار. تمام. يو افكت زد باي افكت بدال الزد بتحط ار. ليش؟ لانه عم يشتغل على الار. شباب بتحطوا هون حرف الار بحرف الار. تمام. لانه بتعرفوا انتم اليو هون غير يو هون غير يو هون، يو هون غير يو هون غير يو هون، فلازم تقول يو لار، انه بصير تاخذ توتر تبع ار. لانه بالمسألة بيقول لك توتر هون كذا توتر هون كذا توتر هون كذا. فهمت علي شو قصدي؟ يلا معناتها القانون هو يو افكت زد باي افكت بدال زد شو بتحطوا ار اذا قال لك حسب ار. طيب اذا قال لك مثلا حسب سعه مكثفه او اتساعيه المكثفه او كذا، برافو عليك يو افكت زد باي افكت. يو افكت زد باي افكت، بس بدال زد شو بتقول اكس سي اللي هي الاتساعيه او واحد على دبليو سي اللي هي السعه. يعني اذا لك حسب اتساعيه خليها اكس سي، اما اذا لك حسب السعه مضطر انك تفرطها. ايوه تمام فهمت عليك، انه اذا لك اتساعيه بتقول اكس سي، اذا لك سعه بتقول سي. السلام عليكم. يلا اذا قال لك مثلا وشيعه، يلا قال لك شغله بتخص الوشيعه سواء مثلا زاتيتا مقاومتها رديتها زيت وشيعه تذكر زيت وشيعه تسلم لي مقاومتها ار ممانعتها زد ال عرفت شلون رديتها اكس ال زاتيتا ال. لك شغله بتخص الوشيعه دغري بتنبحت يو افكت دغري بتنبحت. شو بتقول له؟ بتقول له يو افكت اذا وشيعه يو افكت إذا كانت وشيعة يو افكت زد باي افكت بس بدال الزد. إذا كانت وشيعة مهملة المقاومة تقولوا اكس ال ال أو أوميجا ب ال. طيب إذا كانت الوشيعة يا شباب ذات مقاومة بتقول زد ال، أو إذا بدك بتقول ما تحت الجذر ار مربع زائد اكس ال مربع. تمام فهمت علي. إذا مقاومة ار، إذا مقاومة ار، إذا مكثفة بتقول اكس سي، إذا مقاومة R، إذا مكثفة XC، إذا وشيعة يا بتقول XL يا بتقول ZL. XL إذا مهملة المقاومة، إذا الوشيعة شو يا شباب؟ مهملة المقاومة. أما ZL إمتى؟ إذا كانت وشيعة ذات مقاومة. تمام، وشيعة ذات مقاومة ده ZL بتقول جذر R وXL. طيب إذا الدارة التسلسلية كاملة الفرع كله، بركي أحسب Z للدارة مثلا، إيه؟ بتقول له U effective Z by I effective Z خلي Z للدارة. تمام تمام تمام. حلو هالحكي. تمام. معناتها إذا مقاومة R يا ترى حسبها، إذا مقاومة R، إذا مكثفة XC، إذا وشيعة يا XL يا ZL. بوس إيدك بوس إيدك مشان الله يا أخي، دائما يا XL يا ZL يا XL يا ZL يا XL يا ZL. عم تفهم علي؟ مشان الله يعني أنا مثلا كل عم لهم وشيعة روح دغري بتقول لي XL، لك أخي في XL في ZL إذا كانت وشيعة ذات مقاومة. إذا الفرع كله يا شباب شو بتقولوا؟ Z. إذا الفرع كله شو بتقولوا؟ Z. إي والله أحلى عالم. طيب شباب امتى كمان يا حذركم امتى بدال الزد فيني حط ار؟ لك برافو عليك بحالة التجاوب. امتى بدال الزد بحط ار بحالة التجاوب؟ تتذكر كان في ثلاثة بدهم يقتلوني. اكتب اكتب عندك اكتب عندك، كان في ثلاثة بدهم يقتلوني. ام اكس ال قتل
اكس سي ضلت ار لحالها. تذكرتوا تبع التجاوب؟ بحاله التجاوب مكافاه ثلاثه نيوتوني، اثنين قطروا بعضهم، شو ضلت؟ الار لحالها. اذا يو افكتيف زد باي افكتيف، بدال زد بتحط ار كمان بحاله شو؟ التجاوب. احلى عالم. لا تنسوا شباب تقلبوا هذا الرقم، هي رقم هي سوبر مكتوب عليهم سكات بكون 9 هي 10 وهي 10 سواها 9 وقلبوا الصفحه وردوا خذوها. معلش اسفين برضو. يا في عنا شيء يا شباب، فكرة 13 اسمها الاستطاعة المتوسطة المستهلكة في الدائرة. الاستطاعة المتوسطة المستهلكة في الدائرة. ركز معي، شو يعني الاستطاعة المتوسطة المستهلكة في الدائرة؟ نحن يا شباب هي الفقرة أساس درس المحولات، أساس درس المحولات. هذا جهاز عم تفت له كهرباء، هي اسمها استطاعة مقدمة. اللي عم تفت له اسمها استطاعة مقدمة. جوا جواته يا بتحترق يا ما بتحترق، يا بيحترق نصها يا بيحترق ربعها، يا بتحترق كلها. هلا مثلا مقاومة الصرفة بتحرقها كلها، الوشيعة مثلا ذات المقاومة بتحرق نسبة منها، نصها ربعها ثلثها. مثلا المكثفة ما بتحرق شيء لأنه أصلا المكثفة ما لها مقاومة، يعني ما لها أسلاك رفيعة حتى تحرق. الوشيعة مهملة المقاومة لأسلاك عريضة ما بتحرق شيء، معناتها الاستطاعة المستهلكة بتكون شو؟ بتكون صفر. يلا احفظوا، كل جهاز في عنده كهربتين، كهرباء بتفت له وكهرباء بتحترق جواته. اسمها وحدة اسمها استطاعة مقدمة، مقدمة أو ظاهرية، استطاعة مقدمة أو ظاهرية، وفي وحدة اسمها استطاعة مستهلكة. تمام؟ هي قيمة متوسطة شباب مثل قلتها، قيمة متوسطة مو يعني ما بدلك على شيء. اللي بتفوت اسمها استطاعة متوسطة مقدمة، واللي عم تستهلك اسمها استطاعة متوسطة مستهلكة، يعني ثلاثة متوسطة. قيمة وسطية يعني قيمة تقريبية. المهم معناتها في كهرباء بتفوت اسمها مقدمة وفي كهرباء تحترق. جوات الجهاز شباب يا بتحترق كلها يا بتحترق نصها يا بيحترق ربعها او ما بيحترق منها شيء. مثلا مقاومه الصرفه بتحرقها كلها، الوشيعه شباب الوشيعه بتحرق نسبه منها يعني نصها ربعها ثلثها كذا. هلا المكثفه ما بتحرق شيء، الوشيعه مثل المقاومه ما بتحرق شيء. عم تفهم علي؟ معناتها كل جهاز بيحرق غير الثاني. يا شباب اول ما بقول لكم حسب بي افرج المستهلكه، الاستطاعه المستهلكه بي افرج الاستطاعه المتوسطه المستهلكه في الدائره. الاستطاعه المتوسطه المستهلكه في الدائره شو رمزها؟ بي افريج. يلا شو القانون اللي بتطبقه؟ بتطبق القانون يو افكت اي افكت كوساين الفاي، او في قانون ثاني المقاومه بمربع الشده، المقاومه بمربع الشده المنتجه. يو افكت اي افكت كوساين الفاي او المقاومه بمربع الشده، سطرنا هذا. انا يفضل بالتسلسل، يفضل في كلمه يفضل هون حط لي خطين عليها بعدين بقول لك شو يعني يفضل بالتسلسل. هلا بي افريج في له قانون ثاني بالتفرع، هون بي افريج 1 زائد بي افريج 2، هذا يفضل بالتفرع. يفضل يعني فيك تستعمل هذا بالتسلسل وهذا بالتفرع وهذا بالتفرع وهذا بالتسلسل، يعني فيك تستعمل هذا هون وهذا هون. بس انا في مسائل انا عم حلها اذا تسلسل بستعمل هذا بالتفرع بستعمل هذا. انا بالنسبه لي هيك بستعمل كها اسهل شيء، معناتها هذا فيك تستعمله هون هذا فيك تستعمله هون، ماشي؟ بس انا هيك معتبرت لانه ياكم المسائل انا بدي اشتغل انه اذا كان تسلسل بتستعمل هذا، اذا كان تفرع بتستعمل هذا، ماشي؟ يلا بي افرج شو قانونها؟ يو افكت اي افكت كوساين فاي. يلا بي افرج شو قانونها؟ يو افكت اي افكت كوساين فاي، هذا بالتسلسل. اما بالتفرع شو بتقول؟ بي افرج 1 زائد بي افرج 2، يعني بي افرج الفرع الاول مو بيكون تفرع، بيكون واحد تحته واحد تحته واحد هيك، ايه بتحسب بي افرج لهذا لحال من يو افكت اي افكت كوساين فاي للفرع الاول لحال، وبتحسب البي افرج 2 كمان من نفس القانون، بس ما بتقول بي افرج، بتقول يو افكت اي افكت كوساين فاي، بس هذا الفرع مين يا شباب؟ الفرع الثاني. يلا احفظوا، بالتسلسل بتستعمل هذا، بالتسلسل بتستعمل هذا، بالتفرع بتحسب بي افرج الاول وبي افرج للثاني، تمام؟ طبعا بالتسلسل يا هذا يا هذا، المقاومه بمربع الشده، المقاومه بمربع الشده، بس هذا شرطه تسلسلها، تمام؟ طيب شوفوا يا شباب حالات، هات لشوف، اذا شفت مقاومه صرفه، يلا مقاومه على حله، حالة خاصة مقاومة على حلة. يلا شباب ايه مقاومة على حلة شو بتقول؟ يو افكت اي افكت كوساين فاي، يو افكت اي افكت كوساين فاي، او في قانون ثاني المقاومة بمربع الشدة. مو انتوا قلتوا لي في قانون المقاومة بمربع الشدة؟ يلا انا بحب على فكرة هذا اكثر من بحب المقاومة بمربع الشدة اكثر من هيك. طيب ليش استاذ؟ ليش بتحب هذا اكثر من هذا؟
ليش؟ لانه هذا بيخلصني شباب، هذا القانون المقاومه بمربع الشده بيخلصني من شيء اسمه زوايا. انتم بتعرفوا انه بإشاء فرعي في شيء مسطح، في شيء لفوق، في شيء لتحت، المكثفه بالمقلوب، المشيعه ذات المقابل تكون مايله، عرفتوا؟ فهذا بيخلصك من الزوايا. بعدين بركي كان بالمساله ما معك يو، سامعني؟ هذا الحكي عم يحكي لنا هؤلاء هلا، هذا انه بركي ما كان معي يو، بركي ما كان معي يو، خليك على المقاومه بمربع الشده. معناتها يا شباب بافريج، ليش انت بتحب التحت ما بتحب الفوقاني؟ لانه ايام ما بيكون معك اليوم هي شغله، والشغله الثانيه ايام ما بيكون معك الزوايا. فخليك على شو المقاومه ربع شده. يلا كم مقاومه هلا هون؟ المقاومه شو اسمها؟ ار سمول لتر بمربع الشده، لانه الشغله ذاتها مقاومه. طيب هون كم مقاومه عندكم شباب؟ برافو عليك، مقاومتين، مقاومتين ار وار بي ار افكت مربع. طيب سؤال، هون كم مقاومه؟ ولا وحده، صفر. هون شو؟ صفر. معناتها هون صفر وهون شو؟ صفر. طيب هون معناتها هي اصلا مبينه انه ما بتستهلك، هي مبينه انه ما بتستهلك، احسن ليش؟ لانه اسلاكها عريضه، لانه اسلاكها شو؟ عريضه، ما بتحرق. هلا هي بتفت لك كهرباء بس ما بتحرق كهرباء، وهي كمان نفس الشيء شباب مكثفه، بتفت لك كهرباء بس ما بتحرق كهرباء، شايف شلون؟ ففي فرق بين الاستطاعه المقدمه والاستطاعه الضائعه، اذا في استطاعه مقدمه بتفوت وفي استطاعه ضائعه بتحترق. طيب هون يا شباب برافو عليك، هلا هي ما لها ار وهي ما لها ار، مين اللي له ار؟ هي، معناتها بتقول المقاومه بمربع الشده، المقاومه بمربع الشده، يلا هي لها ار شيء؟ لا. طيب هي A إلى R وهي إلى R، معناتها شو صارت؟ R تين بأي إفكت مربع. طيب هون هي ما لها R وهي ما لها R، هون بآخر مثال، فالبي أفريج شو قيمته؟ برافو عليكم، صفر. يا شباب معناتها بالوصل على التسلسل أنا هون كان فيني أقول يو إفكت، أي إفكت كوساين فاي، بس أنا نصيحة مني بركي ما كان معك يو إفكت، خليك على القانون تبع المقاومة بمربع الشدة. يلا R وحدة، هون R وحدة بمربع الشدة، بمربع الشدة هون كم ار؟ تنتين بمربع الشده، هون شو ار؟ صفر، هون صفر، هون صفر وصفر، معناتها هون ضلت ار اي وحده، ار اي وحده بمربع الشده، هون هي صفر، معناتها هون ار تين بمربع الشده، وهي بيقفل شو قيمتها؟ صفر. احلى عالم واحلى ناس. هي الصفحه شغال شغل يا نكمل هاي الفقرة. هاي آخر فكرة شباب، بعدين حنطبق المسائل عليهم كلياتهم. هلا يا محمد على هالفكرة خطيرة جدا، فكرة 14. شوفوا يا شباب، عندك يا قلبي مقاومة وعندك وشيعة، ماشي؟ خلينا نقول انه هي الوشيعة مهملة المقاومة. بروح بالمسائل صديقي بيقول لك نضيف مكثفة، نضيف مكثفة، تمام. انت بالمنطق كان في عندك مقاومه وشيعه وحطيت لك مكثفه، مقاومه وشيعه وحطيت لك شو يا رفيقي؟ مكثفه. شو يلي بده يصير لما احط انا مثلا مكثفه واضيف جهاز جديد للدائره؟ نحن قدامنا خيارين شباب، لما بنحط جهاز جديد شو بده يصير؟ هلا هون كان 3 امبير 3 امبير مثلا، لما بتحط جهاز جديد يا اما حيصير 4 امبير 4 امبير 4 امبير، يا اما حيضلوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة. لما بنحط جهاز جديد نحن قدام خيارين،
هيصير في رقم جديد ثابت للكل، يا اما هتضل شد نفسها. طيب شو اللي صار؟ ليش هون التيار تغير بس ضله ثابت للكل، هون التيار ما تغير ضله ثابت للكل؟ شباب لما بتحطوا جهاز جديد، يا اما التيار بيتغير شدته يا اما بضل شدته نفسها. طيب ليش هيك صار؟ شوف الذكاء يا معلم، شوف الذكاء. هلا هي الار خلينا نقول انه هي 30 اوم ماشي، وخلينا نقول يا شباب انه الاكس ال 40 اوم ماشي. قديش الار؟ 30 اوم، وهي الاكس ال 40 اوم. قديش الار؟ 30 اوم، والاكس ال 40 اوم. شوفوا شباب، اذا قلت لكم فرضا بهالحاله كانت الاكس سي 10 اوم، وبهالحاله كانت الاكس سي 80 اوم. ده تسايرني شوي صغيره، استحملني دقيقتين. شباب قديش كانت هون؟ 3 اوت التيارات، 3 امبير 3 امبير. لما نحط مكثفين نحن عندنا نوعين مسائل، يا اما الشده بتتكبر بتتغير مثلا، يا اما الشده بتتغير، يا اما الشده بتضل نفسها. يعني الرقم يا اما بصير في رقم جديد ثابت للكل، يا بضل نفس الرقم للكل. طيب شو اللي صار؟ انا بقول لك معلم انت شو قانون يو افكت؟ قلت لك القانون الاساسي يو افكت زد بي اي افكت، اخذناه ورا يو افكت زد بي اي افكت. معناتها الاي افكت شو هي؟ يو افكت على زد. اه تمام، يو افكت زد بي اي افكت معناتها الاي هو يو على زد. ايه اعطيني قانون زد الله يوفقك بهي الحاله قبل ما نحط المكثفه. زد قبل يعني زد قبل، هي زد قبل خو جذر قوسين تربيع قوسين تربيع، كان عندك ار واكس ال. تمام. طيب بعد الوصل قوسين تربيع قوسين تربيع ار اكس ال ناقص اكس سي. تمام، اذا انا ما حط مكثفه بس اكس ال، بعد ما حط المكثفه اكس ال ناقص اكس سي. ايه شو توصل يعني فهمني هلا اوصل هلا وصلت للشغله دي. حبيبي انت كانت الار 30 ما، والاكس ال قد ايه؟ 40. طيب هون الار قد ايه؟ 30، اكس ال قد ايه؟ 40. اكس سي شوف يا رفيقي، اذا كانت الاكس سي 10 تمام، فالار هلا هو ما تغيرت، الار لساته هذا القوس 30 وهذا 40. طيب هذا القوس تغير ولا ما تغير؟ بلى، كان 40 شو صار؟ 40 ناقص 10 شو صار؟ 30. معناتها هذا كان 40 صار 30، معناتها قل، معناتها الممانعه قلت، مشان هيك الشده شو بدها تكبر، مشان هيك الشده تغيرت. اذا حطيت مكثفه مثلا قيمتها 10 اوم، فال10 اوم قللت من اكس ال، قللت من هذا القيمه. تمام، معناتها هون كانت 30 30 استاذ، هون كانت 40. طيب انت لما حطيت 10، 40 ناقص 10 صارت 30، فالرقم صغير، فالممانعه زادت فالشده لازم تكبر. تمام، اما تصور لو انا حطيت يا رفيقي 80 الحاله الثانيه، فرضا 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 كانت 80. يلا اذا 80 40 ناقص 80 ناقص 40 6 تربيع، يعني ضلت 40 للتربيع. طيب تغيرت شيء؟ لا ما تغيرت. ليك هلا هون 30، هون قد ايه؟ 40. طيب لو كانت هي 80، يلا 40 ناقص 80 ناقص 40، 40 ناقص 80 ناقص 40. طيب ناقص 40 للتربيع من نفس ال 40 للتربيع، 40 ناقص 80 ناقص 40 للتربيع من نفس ال 40 للتربيع، ما تضله نفسه. لاحظ انه هون مع انه حطيت انت جهاز بس ضلت الممانعه نفسها، يعني نفس الاجوبه نفس الارقام، هون 30 هون 40 طرحون قد هون، معناتها ضلت الزد نفسها. طيب اذا ضلت الزد نفسها بضل الاي نفسها، مشان هيك احنا عندنا نوعين للمسائل. دخيل قلبك، يا اما بتضل الشده نفسها بسبب ثبات الممانعه، يا اما يا شباب تتغير الشده بسبب تغير الممانعه. فاول ما اقول لك انه تغير التيار فتغيرت الممانعه، ما تغير التيار ما تغيرت الممانعه. تمام، هي ضربت هذيك السنه شباب، هي ضربت هذيك السنه. اجى قال له الشده لم تتغير، قال له بالمساله ضفنا مكثفه والشده لم تتغير، معناتها دغري بتقول له ما بتنحل الا من زد قبل الوصل تساوي زد بعده
الوصل اكيد زد قبل بيساوي زد بعد. بكره بعلمك المسائل شلون نحلها، بس مشان الله هي ما بتنحل الا من زد قبل بيساوي زد بعد. هي احتمرق معك الفكره بالمساله رقم 6 درس، وبحتمرق معك بالمساله 6 درس، وبحتمرق معك اللهم صل على محمد بالمساله العامه، في مساله عامه احتمرق معك. اذا زد قبل تساوي زد بعد بالمساله 26 عامه، تمام؟ يلا ولطلاب القديم بالمسألة 22 عامة. ايه شباب؟ معناته احنا ما بنحط جهاز جديد. جهاز جديد. احنا قدامنا خيارين. يا بتتغير الشدة يا اما ما بتتغير. اول ما يقلك الشدة لم تتغير معناته زد ما تغيرت، زد قبل الوصول وزد بعد الوصول. على فكرة شباب، نحن قد ما حطينا اجهزة بيضل التوتر الكلي، التوتر الكلي تبع المنبع ثابت، يعني اذا كان 220 فولت بضل ثابت. ها يعني انتوا احفظوا القاعده، قد ما حطيت اجهزه قد ما حطيت اجهزه بضل مثلا هون التوتر قد ايه، مثلا 220 فولت خلص محافظ على توتره. المنبع عم بحكي لك توتر المنبع بضل 220، يعني توتر الداره الكليه بضل 220، بس مين اللي بيتغير؟ الزد والاي، الزد والاي، تمام. معناتها دائما احفظوا اليوم ما بيتغير، اذا ضل نفس المنبع دائما نفس المنبع معناتها اليوم نفسه، تمام. نفس المنبع معناتها اليوم نفسه، المنبع ما بيتغير توتره، تمام. اما التوتر هون غير التوتر هون، غير التوتر هون، غير التوتر هون، غير التوتر هون، بتعرف انت بتسلسل نفس الاي بتغير له. معناتها احنا قدامنا خيارين، يا بتتغير الشده يا ما بتتغير. معلش صديقي هي لو عدت هالفقره اكثر من مره ركزها منيح منيح لانه كثير 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 مهمه. تمام هيك موجوده هون. وحتى هون انا هون حاط لك ارقام، ها ركزوا منيح، هيك 30 40 30 40 10 شايف شلون؟ 30 40 80 ليك هون كاتب لك انه بعد اضافه قبل كانت 30 40، هون ما بعرف اذا مبين عليك 30 40، هون 30 40 10 هون 40 80 شايف؟ مشان تصدق. هيك خلصوا الافكار، بقينا نحل المسائل.